الإيمان بإن إحنا نغير من ثقافتنا كمصريين، بإن إحنا لا ننظر فقط إلا إلى خريج الشهادة الجامعية والفني مهما كان كفاءته وقدرته حتى على أنه يبقى يقدم عمل جيد، ما يتبصلوش بالشكل المناسب يعني. من هنا كانت شرارة البدء في إنشاء الجامعات التكنولوجية المصرية، والتي نتج عنها إنشاء واحدة من الجامعات العالمية على الأراضي المصرية، التي تعد استمراراً لمسار التعليم الفني داخل جمهورية مصر العربية، وهي جامعة بني سويف التكنولوجية. جامعة بني سويف التكنولوجية أنشئت في عام 2019، أحد أول ثلاث جامعات تكنولوجية أنشئت في مصر في عام 2019، في إطار توجه الدولة لخدمة احتياجات سوق العمل المصرية، اللي هي في أكثر احتياج إلى تكنولوجي من خريج لديه القدرات العملية اللازمة لتأهله للالتحاق بسوق العمل مباشرة. الطالب هنا مش معلومة بياخدها ويتخرج بيها، أكثر إنه يكون معلومة، إنه يكون عنده كيفية تنفيذ المعلومة على الواقع، يعني يكون عنده الجانب العملي اللي يأهله أنه يطلع مش بس يشرف على خط إنتاج، لكن يقدر يوجه كل العاملين على خط الإنتاج، يقدر يتطور في خط الإنتاج، عنده المهارات العملية الكافية لتأهله للالتحاق، لأنه ده الحقيقة افتقدناه لسنين طويلة فاتت. كان عندنا فجوة ما بين مؤهلات الخريجين وفجوة بين احتياجات سوق العمل، عشان كده التعليم التكنولوجي تم إضافته في مصر حديثا لتغطية هذه الفجوة. الجامعة تعتبر يعني طفرة في التعليم، لأن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيشجع دلوقتي التعليم التكنولوجي، وإحنا من أول ثلاث جامعات تم إنشائها. دلوقتي طبعا الجامعات زادت، وصلت لتسع جامعات وهيتم زيادة أكتر. إحنا كنا من الجامعات الأولى الرائدة، وكان لينا حظ في التعاون مع الجانب الكوري إن إحنا نعمل الكلية المصرية الكورية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، ومن خلال الكلية تم إنشاء مركز رابط الجامعة بالصناعة اللي أنا أتشرف إن أنا أكون المديرة بتاعته. عندنا مشاريع، مثلا عندنا السنة دي عاملين مشروع عربية كهرباء، عاملين مشروع إنتاج بايو ديزل ده، وعندنا كمان مشروع إنتاج عربية فورميولا ده بالنسبة للقسم أوتو. وعندنا بقى مشاريع صغيرة بتنبه الطلبة برضو بتحاكي سوق العمل، كلها مرتبطة بسوق العمل. جامعة بني سويف التكنولوجية واحدة من ضمن 10 جامعات تكنولوجية تم إنشاؤها منذ عام 2019 لتخدم مسار التعليم الفني، وتقدم الجامعة عدة أقسام مختلفة كقسم الميكاترونيكس، برنامج تكنولوجيا المعلومات، وبرنامج الأوتوترونيكس، وبرنامج الطاقة الجديدة والمتجددة، وبرنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة. كما تمنح الجامعة عدة درجات علمية لطلابها وفق ما اعتمده المجلس الأعلى للجامعات، كالدبلوم العالي المهني في التخصص، والبكالوريوس المهني في التخصص، والماجستير المهني، والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا. كنت تعليم فني، فكان قدامي في التنسيق كذا جامعة تكنولوجية، ففضلت الجامعة بني سويف التكنولوجية لأنها كان فيها قسم أوتوترونيكس، وده قسم كنت في ميكانيكا سيارات، لأن القسم كان مزود بأجهزة على أحدث المستوى، فهو ده اللي وفر لي تعلمات في سيستم كذا سيستم. كنت تعليم فني، أول لما خلصت المدرسة بتاعتي طبعا ما كنتش عارف التحق بعينه كلية، لأنه كانش في مجالات كتير طبعا للمجال الفني إن هو يلتحق بكلية وكده، كانت أغلبيتها معاهد. وطبعا لقيت فرصة كبيرة إني لقيت كلية ما أطلع بيها يعني إيه تكنولوجي بتقدير كويس، ما تعليم عالي. طبعا هنا جيت إنها تعليم فني، فطبعا استفدت جدا. كنت خريج معهد فن صناعي سنتين، بعد ما خلصت المعهد حبيت إن أنا أكمل تعليمي وأوصل درجة البكالوريوس بدل الفني المعهد، فجيت للجامعة بني سويف التكنولوجية فدخلت قسم طاقة، فكان بالنسبة لي قسم طاقة من أفضل الأقسام اللي أنا دخلتها. وأول حاجة استفدتها المهارة العملية، إن أنا كنت مستفاد أكتر في المهارة العملية بالنسبة للتدريبات اللي إحنا بناخدها في الأجازة والمعامل اللي إحنا بنخشها هنا في الكلية. غير المعامل لازم بنحكي الأول الكومبوننت اللي إحنا نشتريها أو المواد اللي إحنا هنجيبها، وبعد كده إيه نشوف على البرامج، وبعد كده ننزل على سوق العمل نشتغلها على طول. واحدة من أهم المشاريع القومية والتنموية التي أنشأتها الدولة المصرية من خلال سن القوانين التي تتيح إنشاء الجامعات التكنولوجية،
بهدف إنشاء وبناء إنسان قادر على خوض غمار سوق العمل. زياد قاسم، إكسترا نيوز.